السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. اليوم 28 مايو 2022، وصار لنا تقريبا 4 أيام و5 أيام غبار عالق في الجو. الشمس اليوم الحمد لله طلعت، الشمس اليوم ظاهرة والأجواء لا بأس فيها، الجو حار ولكن الحمد لله الجو لطيف والحمد لله. وهذا شارع الخبر، شارع الخبر بالخبر، اسم الشارع على اسم المدينة، شارع الخبر. وهذا مركز هايبر لولو بالخبر، وهذا مطعم بلو جاردن على كورنيش الخبر. هذا المطعم عبارة عن جزيرة داخل البحر، وهذا مدخل المجمع كريستال إسلاند، اسم المجمع كريستال إسلاند على كورنيش داخل جزيرة البحر. هذا جسر البحرين اليوم واضح وظاهر، الأيام الفائتة الغبار ما كان يظهر لنا جسر البحرين، اليوم جسر البحرين واضح. وهذه لوحة طريفة جميلة على كورنيش الخبر، هذه اللوحة تمثل سمايلي، والسمايلي يكون في سرعة السيارة، يعني إذا كانت سرعتك أقل من المقرر أو الحد، يعني السرعة على الطريق 80، فإذا عديت السرعة شوف هذا عطالة أحمر وعطالة زعلان، لكن اللي يمشي أقل من السرعة يعطيه أخضر ويعطيه ابتسامة. يبدو أن جميع السيارات تعبر مسرعة، فكلما قلت السرعة كبرت الابتسامة. مثل ما تلاحظون الآن هذه هي اللوحة تعبر عن نفسها، لكن الجزء هذا من الطريق السيارات دائما في مسرعة، مكتوب عليها يور سبيد يعني سرعتك، لسلامتك التزم بالسرعة المحددة. هذا جامع العريفي في أحد أحياء العزيزية والخبر، جامع جميل وفي ساحة جميلة، منطقة جميلة.
هذه قناديل البحر منتشرة على السيف هنا بكثرة. هذه قناديل البحر خطيرة إذا لامست جسم الإنسان. على امتداد الشاطئ الله يجيب الخير. حيا الله. كان بعد ما شفت فيه سؤال وياه. أنا أجي هنا وأقعد خبز وتمر بيبة يمر شعيم يمر. إيه. نكلم الوصيف ناخذ. اليوم الصباح ما شاء الله حصلت رزق زين. شوف هذا سمكة صغيرة. إيه. يلحقونها. الشعوم والقرطان هذا فيه سمكه فيه وياها اي معاها بياله ما ادري كيف لا فيه هذا فيه شعب صغير ما شاء الله ما شاء الله بس جبته هو كاس تعال الكاس ما تشوفه اقول لك صار ثقيل اي ما شاء الله هذا الشعر ما هذا الشعر ما شاء الله أنا بيتي شارع العزيزية. إيه ما شاء الله. هذا صبوحة. إيه ما عندي شهادة دراسية. مو بهذا الوظيفة عندي. والأساس سويته بدحة ذي. إيه بدحة. تعال شوف. مساحة هي بخير ترى. سلمان 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 مرباطي مرباطي ونعم فيه لما عمري 16 راح يجي وين؟ راح اللي عندك شو اسمه الحين 13 من هدت
السلام عليكم.